السلام عليكم يا أحبابي، هيا بنا نراجع ما سبق دراسته. أخذنا يا أحبابي سابقا المدود ومد. يوجد لدينا ثلاثة أنواع من المدود، هما مد الألف ومد الواو ومد الياء. كلمة ستارة، ستارة، لاحظنا أن بها أحسنتم مد بالألف. والآن صورة ضفيرة، ضفيرة، ضفيرة بها مد بالياء. الصورة الثالثة هي بطريق، أحسنتم يا أحبابي، هو مد بالياء. حوت، فكروا قليلا، مد بالواو. دودة، دودة، ها فكروا قليلا يا أحبابي، إنه مد بالواو. الصورة السادسة سلحفاة، سلحفاة، سلحفات، يوجد بها مد بالألف. نجوم، الصورة السابعة نجوم، أحسنتم، بها مد بالواو. لدينا في الصورة الأخيرة صورة صنارة، 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 بها مد بالألف. أحسنتم يا أصدقائي، رائعون جدا. والآن في النشاط الثالث سنحدد الكلمة المختلفة في الوزن. ماذا تعني كلمة وزن يا أحبابي؟ هل هو وزن بالكيلوغرام، حيث أننا نزن مثلا أنواع الفاكهة والطعام؟ لا، هذا الوزن نتعلمه ونتقنه عن طريق الأذن. نسمع معا يا أحبابي كلمة فأس، كأس، ينتهون نهاية واحدة. كلمة فم، فم، اسمعوا معي أيضا، فأس، كأس، فم. ما هي الكلمة المختلفة في الوزن؟ أحسنتم، فم مختلفة، حروفها مختلفة، لا تنتهي نفس النهاية بحرف السين. رقم اثنان لدينا هدهد، تمر، نمر، هدهد، تمر، نمر. ما هي الكلمة المختلفة؟ تمر ونمر تنتهي بحرف الراء، كلاهما يحتوي على ثلاثة حروف. لدينا هدهد هي الكلمة المختلفة. انظروا يا أحبابي، هدهد، تمر، نمر، الكلمة المختلفة هي كلمة هدهد. أحسنتم. في رقم ثلاثة حوت، بطة، توت، أين هي الكلمة المختلفة؟ اسمعوا جيدا، حوت، بطة، توت، أجل، أحسنتم، بطة هي الكلمة المختلفة. الآن في هذا التمرين سنكتب كلمة تبدأ بالحروف الآتية. حرف الفاء، من منكم يكتب كلمة تبدأ بحرف الفاء؟ ف ف، مثل كلمة ماذا يا أحبابي؟ فيل. وأيضا كلمة فم، فم، فاء، ميم. الآن حرف الكاف، كلمة بحرف الكاف، أجد كلمات كثيرة بحرف الكاف، مثل كلمة كلب، كلمة كرسي. سنكتب الآن كلمة كلب، ك ل ل ب، كلب. الآن كلمة بحرف النون يا أحبابي، مثل كلمة ماذا؟ لدي كلمة سهلة، كلمة نحل، نحل، النحل الذي يأتينا بالعسل. ن ح نون ح نحل، لا، الحرف الثالث هو اللام، أحسنتم. والآن كلمة بحرف الياء، لدي كلمة سهلة جدا، يوجد لدينا منها اثنان، يد، كل شخص لديه يدان، يد ويد، يدان، يد، يا يا، يد، حرف الياء وحرف الدال. في هذه الصورة الجميلة يا أحبابي نجد بعض الحيوانات، سنكتب أسماؤها. لدينا بقرة، كلب، خروف، أرنب، سنقول هذه بقرة. حينما نتكلم عن البقرة نقول هذا بقرة ولا هذه بقرة؟ أيهم نختار؟ هذه، لأن البقرة مؤنث. هذه بقرة، هذه بقرة، ب ق ر ت مربوطة، أحسنتم. ماذا يوجد أيضا في الصورة؟
سنكتب هناك كلب صغير وشكله جميل يقف بعيدا. سنكتب الآن هذا أم هذه، هذا كلب أم هذه كلب. أحسنتم، هذا لأنه اسم إشارة للمذكر، هذا كلب، هذا كلب كاف لام ونلصق بها الباء، هذا كلب. أحسنتم يا أحبابي، إلى اللقاء.